في مثل هذا اليوم الموافق 16 من يونيو عام 2013، دخلت مصر مرحلة الأمتار الأخيرة تجاه الاستعدادات لمظاهرة يوم 30 من يونيو المرتقبة. عتمة الكهرباء مع ظلام حكم الإخوان يضغيان على كل شيء. في المقابل وهناك على الضفة الأخرى من قناة السويس، تدخل بورسعيد خط المواجهة وتواجه الإنذار الأول لمرسي. الأحزاب المدنية أكدت في تصريحات متتابعة سلمية التظاهرات وأنه لا مجال للعنف أو الخروج عن النص. مقر مكتب الإرشاد في المقطم شهد حالة من التأهب والترقب، حيث بدأت الجماعة بتشييد المتاريس من حوله. المؤسسة الأزهرية العريقة دخلت هي أيضاً على خط المواجهة بعدما أعاد تأكيد حرمة الدماء، مطالبة الجميع مسؤولين أو مواطنين بضبط النفس وعدم الانسياق وراء موجات العنف.